هل لديك دقيقة ويكي لمعرفة من المسؤول عن المحتوى على ويكيبيديا؟ هذا الأمر قد يصيبك بالدهشة، لكن ويكيبيديا ليس لديها كتاب بأجر ضمن فريق العمل، وبدلاً من ذلك يضيف جميع المعلومات الجديدة المتطوعون الذين يجتمعون معاً للتحقق من الحقائق والمناقشة والإشراف على المحتوى. يمكن لأي شخص أن يعدل ويكيبيديا طالما أنه يتبع هذه المعايير الموضوعة. يجب أن يكون المحتوى قابلاً للتحقق منه ويأتي من مصادر موثوقة. يجب كتابة المقالات من وجهة نظر محايدة. عند اتخاذ القرارات يجب على المحررين مناقشتها وتعديلها معاً حتى يتفقوا جميعاً. يجب على الجميع المساعدة في خلق بيئة ترحيبية، ويجب أن يكون كل المحتوى مرخصاً مجاناً بحيث يمكن مشاركته مجاناً. تساعد هذه المعايير في الحفاظ على أكبر موسوعة مجانية ومفتوحة في تاريخ البشرية. وهذا هو المسؤول عن المحتوى على ويكيبيديا في دقيقة فقط.